اهو وانت شغال متصور وشغال في طبيعة، مش زي ما بتروح تصور للناس وتقرب الكاميرا عشان تظهر اشياء شبيهة بالبيبان والمداخل وتقول لهم انك وصلت. حسبي الله ونعم الوكيل. اللي خلاك تكسر في طبيعة الجبل كل ده توهمهم ان دي سراديب جنائزية وانت شغال في طبيعة جبل، ويا رب المغيبين اللي بيتابعوك يفهمهم ان هو طبيعة جبل مش زي ما بتطلع تصور لهم اشياء وتقرب عليها الكاميرا عشان تبان ان ده مداخل وابواب وتضحك عليهم وتغيبهم اكتر وقت. هسيب لك الفيديو كامل مكمل بصوتك في اخر الفيديو، ويا رب المرة دي بقى ما تطلعش تقول مش انا ومش عارف ايه والحكاية والراية. انا احمد سفاري ودي صفحة زي الاشارات ما بتقول. ياما انا خلاص يا اخويا انت قاعد نايم بس. ايه المشكلة؟ عارف المكان اللي تعرفه، ايه المشكلة؟ هدي شغال على المحل. هدي شغال على المحل.